الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله الجماعة حق ديرة ديرن أنا هاي المنافق بريرة كرتي بدن هبو سوغانيد لي تو قرالي وحالا يوحا قوري سماوضي وحا قواي قف صالحة نور سرادن بادمي إنا لله وإنا إله راجعون وحق وحنشوغنا آسكي ولالكين سعيد محمود قهير سعيد محمود قهير وحوها دوري طبعا كي سندودو قدن بيين نعنو اسكو حنين ولا لاهين سعيد وحوها قف إلى هاي كرتي سيي دادال سيي ما يلعظك حقا إيو الدلميقا إن أيو كلا سعيهين دات وحانين دات كدن يرتاه ودوضا وحو كشقين شري أرماها سما فالكا سعيد وحوها قرا وحوها هالابور وحوها محايا دي معلن وحو إفكا كغيتي هالويل كوني يساقال بقوليو لحيس ديتن كيبه هرقيسة كل شيء دوكسيه هو سدحة ريس بوكا بحي دوكسيه سراوح بوكا بحي محمود أحمد علي دقيقة كوات شامع دي هرقيسو كاقاتي سعيد وحا سيقارة وغا تحسيدين يا دادكي دول مراي ودو دي شري ويا ديوان تحسيقارة ودريا إهل كي أصحابتي قرابة ديوان ودريا سيدا اللوغا سوقت قرأ أسكيسو وحا سيفيني سي شخصية دوناكسن وكو ناكسن حق وناقة سعيد سفران وذا قلي وحو قري سعيد بوغاك فربضان وحو قعان تكو هاي لابا بوغو مدو كم دا هام هاي دي حسن قورو ها منو كقري إبراهيم كودبور وحو قري بوغا سمتاليس وحو قري ميسان كما صدو قاريا كقري سعيد عمري جيس يشوف دي قبل شدة دحدة وقلي أدبي وكل دوني وحكتي قبل يفر بدن بولها وامت كم ذا جري حسيت قار كاي تابتي سعيد الله وحنا ويديني إن حريص شنو وحلا يوح جوري سما وضي وح جواي قف صالحة نور سر هذا بعدمي ما أنت هوا ما نحنون كلل رجعني لما إن بدن صاحب هيدين جيري دي سيمر كيت شوكتو نوي كهذا ما قشب بدن تجيري كله سعيد محمود قهير سعيد هرقي ساوي دوري توكيس النو دنبي با سيالك لدوه من سوق حنين مر بحد قال إن كان كودة شرني مر شقوين كلان وضع قبرني سوق معلنا أنو عم برتاي سعيد شخصي أخلاق بدنه وناك بدن لبوها أنت أخلاق لما يستر أنت أخلاق بدن رسولكم عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بلي مؤمنين توحى ود درجة سرية كوجا جوا أخلاق ضبطا سعيدين أخلاق ضال أبوها سعيد عد كل كليس قبل شرينو عدة سنو حي هيد عدة بالشدة ما جع له إيش لا عد بي مركا دلمية سا أما جف كلا كعيسا مركا أما س مركا أما سوها كوسي فوجادو أما لكن عدة سعيد قبل شرين عدة سوها السجو أو عروق دناعك إذا عد كوجا لما قلنا عروق وها ما أنت سعيد وح هل كميد بارتني لقد بونو إنه سعيد سامحنو ما أنتوا ينقهوا سيا إنه سعيد سامحنو عد كاستو سي شخصي وح قدر سنس إني سامحدو إن لو تعيو إن الله وإنا إليه راجعون وحنقول سوغنا حوالي تومات وحنقول سينو ما أنت ما أنت سنو قطيو لكن أبو سعيد محمود قهير نوينو غالية إنا لله وإنا إليه راجعون إلى السمر يمان هاي نقصيو استجي قوس كسر وحنا الله وقبرينا عودنا خير قبل إن الله يقرصيو سجنا حباش هي قبرك هو سعيد كنا فردوسنا إلى هيك يو أبو سعيد وحها أبو وين أبو كيدا يرتا أبو كيدا تد كدولمان عرو جودي أيوها بحر يقرا تعسو درينا عد كستو سومالا شوكتو دولمانا هيد أو سعيد وهذيك شري عد كسته أو سومالي لا شوكته أو أهيد دنيار تروفيسان وأنا يندوه قوانين بس يسوع يندوه كوسو شيء ذي شري أو ورد شري وروح الله قبته لا بد على وقت تعسير وحلا النهاية وحيدك بحيد هي نية إلى هيدك أنا عود خير قبل إلى هاي
haynaga siyo siciid bedelkiisina ilaahay bir kara jeerina inuu ilaahay noo soo saaro ee shalay siciid waxa uu ka warwarsanaa ama isagoo ka tiriyay si ka hadlay geeridi mustafa abes maanta isagay xabaashiisi joognaa waa cibra qaadasho waa tusaale nool إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلى هنا عرس جناح كوربي ولكن سعيد محمود قهير إن رنتي وحوها شخصي إن كبحي أو شخصي كبحي ومدري رسو مالي لان أو شخصي كبحي أنت تشلعسن أو شخصي كبحي أنت تضن يرتاه أو شخصي كبحي معاك ولا هذا أنت حق ودرك أه شخصي كبحي بوها أنت رنتي عروق رنتي سيدتا سيريقة أفوفتا حقيقة أنك قبن ظلمي قال الله ديرتا دي ده حق درها قف كست أو ظلما نفتي سأصهاره وحي من أغنى هاي سعيد مانتا إلى هاي نحرس أنها كورابية هدو وقت يسي قلين لها وحكرة مانتا وحكا بدن بوهن لها انتاس إن قدهان شعب كتمرد سومالي لان يوم مدى مسلمين تاع يوم مدى سومالي لما وحن كتح سيدين يا كريدة كتمد ولكن سعيد محمود قهير وقهرين وحن لان سعيد مانتا وميتيه إلى هاي قبرق هونوري إلى هاي معي النبي محمد خيالو ما ننت قيامه كو إلهي هوسكي سو هريو الله حكيهلو ان اني وخي يغو دنبيسي سعيد هبين هوري او ان كو بوقداي اسبيتالكا غرغار ان وخا لا جوقتي هويدي رونتي ااد ياد بو عافيمات قبي وخي يغو يرو ولال وخا لا ليو خان قبا ما جيرتو اوكسجين تون بان ميشو او جوغا اوكسجين تي دريم كو سو كايسا كوبي سغاشن بي مريسا هلكن ميد بان كورو خان كورو سعيد او ان بدن بادو مدو ادهغتي ادهغو اوماديد باد اهيد ان وخا ايمكا لا سو غاري خيلغي ادنا سن لحيد ilaahay kalmadaas uga keenay sagii hooyadii bay ahaayeen siciidintaas aan ku wari ilaahay wuxuu qadaray inuu nasiimadii rasmiga ahayd tago oo maanta ay tiisi noqoto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan joognaa geeridii walaalkeen siciid maxamuud kahayr oo maanta naga hooseeya oo tiisi noqotay ilaahay siciid aanu xaristo siciid u haanin sida laga waramay samafala abwaana qoraaya macalina xaqudirra runtoo loo diro oo loo dagaalamana ajir weyn buu Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam ku sheegay marka nin run sheega oo dulmiga naceb oo dulmiga la dagaalamo waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xog barayna irgaan u nahay inuu irgada naga aqbalo ee Saciid walaal wanaagsan buu aha akhlaaq badan edaab badan ahlo khayra ee dadka dulmiga sameeyay aad ula dirra waxa laga yaabaa dad badan oo dulmi sameeyay dibsadaan waxyaalo badan oo Saciid qori jiray qoraalku Ilaahay u fudeyay oo nim abwaan u hayo qoraa waaweyn oo qoraayo waaweyn nooga tagay nin dhalinyar oo intiisa ka weyn buu ahaa marka Ilaahay waxaan ka baryay Saciid uu naxariisto irgaa uu nahay dhamaanteena waan dhimanayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa geeridii walaalkeen Saciid maxamuud gahayr aan nolosha ma dhameystirna dunyadu maalin ba qof baa ka tagaya marka Saciid waa qof aad u wanaagsan oo bulshada jilicsan runtii aan hadli karin oo hadla ayuu ahaa marka waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto ila raajicuun maanta waa maalin aad u naxdin badan waxa xaqi u yimid Saciid maxamuud gahayr oo ahaa Human Rights Advocate anigu waxaan ahayn muddo 12 sano aan isku fasalahayn ninkaas wuxuu ahaa nin u dooda dadka jilicsan ee aan codkooda meel gaarin aan wanaagii faraha badnaa ee uu umada u hayay uu sameeyay waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay isagana dambi dhaaf uga dhigo maanta waxaan geeridiisi aaskiisi joognaa Saciid Maxamuud Gahayr ama Saciid Kabadhaare runtii Saciid waxa weeyaan dhalinyaradii intii dagaaladii sokeeyay ka dib soo kacaamay wuxuu ahaa nin danyarta u hadla wuxuu ahaa nin kala dhibaayo u hadla Saciid waxaan aaminsanahay in dad badan oo danyara codkoodii ku hadli jiray maantana aynu joognaa aaskiisi waxaan leeyahay ummad oo dhan meel kasta ay joogaan qofku ay wax ka gaareen ha cafiyo cafisi musaamax raj'uun inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun kullu nafsin dha'iqatul maut maanta walaalkeen waxa kaliya uu nooga baahan yahay waa inaan horta u ducayno ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay uu naxariisti janna ka waraabiyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu kitaabkiisana midigta ilaahay uga dhiibo kulli qof wal oo
halkan jooga maalin buu isaguna tagi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo marka dhamaanteena Ilaahay waxa nooga baraya inuu khaatimada khayr inuu ugu khatimo toobadana inuu waafajiyo Saciid qof wanaagsan buu ahaa waxa laga gartaa qofkan dadka u yimaada aaskiisa ka soo qayb gala waxa soo umada u timi oo cid walba leh oo qabiil ugu yiman oo laakiin ugu timi qofnimadiisa iyo kaalinta uu kaga jiray bulshada marka kulli Saciid halgamaab uu ahaa anigu maalmihiisa ugu kaayay anigu personally kulankiisa ugu kaayay dambeysa wuxuu ahaa buug uu gacanta ku hayay oo Ilaahay uu naxristay mujaahid Ibrahim Koodbuur buuggiisi uu gacanta ku hayay qorayay maalin baan isku nimay dheer halkaas ah oo aanu ka wada hadlaynay buugga iyo waxyaabaha ku qoray runtii waxay ku tusaysaa inuu yahay qof isagu istiraya oo markuu ka sheekeynayay meelaha uu tagayay qoraysiyadu soo qaadayay dadku la kulmayay safarradu u galayay yaaniigi waa qof doonaya inuu ummada u shaqeeyo ha hay naxariistii janno ha ka waraabiyo Saciid Maxamuud Gahir sida la wada sheegay buu ahaa wuxuu ahaa duqaf nafti hurayay qof naftiisa u horay ummadiisa isagoo dan dhaqaale iyo dan isaga u gaar ah oo tiisa dayacay ayuu taguud ka shaqeyn jiray waa ninka isagoo daada yar ah 12 buu ka tagay waa intaas waa intuu magaciisa ku qoray isagoo qoray waxa ka sii badan intuu tafatiray intuu cid muujabtara ugu daray intuu wax sameeyay ka xiran buu shaqeyn jiray ka xanuunsan buu shaqeyn jiray ka baahan buu shaqeyn jiray meel ah Saciid marka la soo hadal qaado meel muxuu hayay lagu arka waxa ahayd uu meel umadeed meel danguud wax gaar ah ma ahayn Saciid Maxamuud Gahir aniga wuxuu ahaa walaalkay waa niman halkan wada galay isku aragtiyo mabda'i isku fikir aanu ahayn waaye nololeed oo mid walba duruufteeda lahayd aanu soo wadaagnay waxaan leenahay oo aan ugu ducaynayaa Ilaahay inuu bariyo inuu jannada geeyo wuxuu ahaa halgamaa xaq u dirira dhiigran aan ahayn munaafaq badheera karti badan hibo suugaaneed leh tuqoraa leh Saciid shalay toole daraa toole isaga igu soo dhiibay airportka aniguna maanta waxaan ku sagootiyay gurigiisii dhabta ahaa waxaan rajaynayaa inaan jannada aan ku kulanno waxaan halkan uga faa'iideysanayaa qof murgu halkan ku jiro u khaldami kara Saciid cid ay u tirsan karta khalad bilaadanku waa geli karaa walaalkii caafiyan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay samariye iman dhamaanteen baa naga wada siiyo ilaahay qoyskii qaraabadii iyo ehelkii awlaadii uu ka tageen samariye iman ka siiyo Saciid Maxamuud Gahir 2008 ayaan isbaranay ilaa iyo maalmaha hada oo shalay oo u dambeysay yeen la xalintii aan la hadlayo noolaba waan isku dhaweyn waxyaabaha aanan ilaawi karin safarro dhaadheerna isaga iyo aboonada kale buu wada galay waxyaabaha aanan ilaawi karin karin ma ahayn nin labac ah wax laga yaabaa wax badan oo dadku dhibsado oo isaga damiirkiisu qaadayo ayaan anagu qaadi karin oo culays lagu ahaa ama dadka kale culays ku ahaa wuxuu siday iyo wuxuu qaban karayay qof la kartiya oo anima ku suurin karaa ma jiro qof ballanka ku wanaagsan buu ahaa wax qabad ku wanaagsan buu ahaa hiilka iyo qofka dulmada gargaarkiisa ku wanaagsan buu ahaa qalinka iyo suugaanta ku wanaagsan buu ahaa ilaahay ha u naxariisto abwaan Saciid Maxamuud Gahir aniga macallinkaygii buu ahaa abwaan Saciid Maxamuud Gahir abwaankaygii iyo qoraagaygii buu ahaa nin aad isugu dhowaanay buu ahaa aad aan isugu dheernahay waxa uu ahaa nin u hiiliya dadka dulman oo dhan oo afkooda ku hadli jiray mid kasta oo hadli jirin Saciid Maxamuud Gahir baa u hadli jiray ilaahay naxariis waasaca ha siiyo Saciid Maxamuud Gahir iyo wixii kale islaam ee dhintayba Saciid Maxamuud Gahir insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa jamcaas oo dhan ee ka soo qayb galay fadligiisa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kaga waraabiyo jannatul firdaws al-a'la naxariis waasaca Allah siiyo shacbigii iyo waxaan ka tacsiyadeynayaa iyo dhamaan qoyskiisa iyo qaraabadiisa